والله عندي كتير أسئلة في التغذية. تفضل. شو بتنصح واحد يأكل وما يسمن؟ ياكل وما يسمن. إيه والله والله ياكل وما يسمن. هناك طريقة وحيدة، لو هو ما عندوش أي خلل مرضي، يعني هو صحته كويسة، ما إيه عندوش ما أي عندوش ما عندوش أي أمراض أو أي شيء معين، عشان ياكل ما يسمن يلعب رياضة. يعني عشان ياكل وما يسمن يلعب رياضة علشان يطلع السعرات الحرارية اللي هو بيدخلها إضافية عن طريق الرياضة، بحيث إن إحنا نضمن إن السعرات الحرارية اللي داخلة تكون بتساوي السعرات الحرارية بتساوي السعرات الحرارية اللي طالعة، وبالتالي ما يتخنش. فالحل الوحيد لو بتاكل كتير وعايز تتلاشى هذا الأمر، يبقى الرياضة هتتلاشى، خلينا نتلاشى هذا الأمر عشان ما نزيدش يعني.